السلام عليكم، معكم محمود من قناة رولايف وحلقة جديدة بخصوص أهل الديسلايك وأهل اللايك كمان. يعني أنا بكلم أهل اللايك والديسلايك مع بعض. نبدأ بس إيه مقدمة صغيرة كده قبل ما أقول رسالتي، أو ده مضمون الرسالة اللي هيتفهم في الجزء الثاني من الكلام أو من الرسالة. أولا لازم نعرف بس حكاية اللايك والديسلايك دي عليها حسنات عليها سيئات. نعم بإذن الله عليها حسنات أو سيئات. لماذا؟ وممكن أحط لكم روابط بتاعة الفتوى في هذا الموضوع والكومنتات برضو. في حاجة بتطير، ربنا يستر. المهم، بالنسبة للموضوع اللايك والديسلايك ده، أنت بتعبر عن تفضيلك للمحتوى. المحتوى ده لو واحدة بتقدم محتوى مسف، في رذيلة، في حاجة حرام من الآخر، أو الراجل ده بيقدم حاجة حرام وانت عملت له لايك، وسلام بقى يا سلام لو كومنت، بس احنا بنتكلم على اللايكات يعني، فده انت ربنا مطلع، الملائكة بتسجل ان انت حرضت هذا الرجل انه يكمل، او انك بتقوي شيطانه عليه، بتخلي شيطانه يتغلب عليه اكتر، ان هو عمل مثلا فيديو بالغلط كده مش كويس، فانت قلت له اه لا ده حلو بتاع ده، فانت بتحرضه انه يستمر، فده ذنب انت ارتكبته وتسجل عليك. طيب، فكده اللايك ممكن تبقى ذنب حرام. طيب الديسلايك، حد قدم محتوى كويس او محترم او ما فيهوش حاجه حرام، بس انت عملت له ديسلايك، بس بنيتك ايه؟ ان انت تضايقه. فلو نيتك انك تضايق كائن حي، مش مهم بقى دينه ايه ولا ملته ايه، انك تضايق انسان، ده عليها ذنب، فسجل عليك. حتى يعني ممكن يكون ايه المحتوى بتاعه فعلا مضل، في ضلال وحرام وفسق وكل حاجة، وانت بس عامل له ديسلايك عشان كراهية داخلك، ما خدتش حسنة انك توقفه عن الظلم بانك عملت له ديسلايك، ولكن خدت سيئة بانك، والله اعلم طبعا ده تصوري حسب ما مفهومي للفقه والسنة، وترجعوا للمفتي او لدار الافتاء او الشخص المنوط اللي انت بتعتمد عليه في معلوماتك الدينية. فانت كده عملت له ديسلايك بس عشان غل جواك، فكده خدت ذنب الغل او الكراهيه، رغم ان هو مقدم محتوى مسف او حرام، رغم انه مسف وحرام، لكن لو بنيه ان انت توقفه عن الضلال، او بعت له مثلا كومنت قلت له يعني مثلا يفضل كذا مثلا، بلاش كده يا اخي، بالموعظه الحسنه، بعت له رساله لطيفه، ده خدت حسنه كبيره جدا، او يمكن تضاعفت، لان الحسنات ربنا بيضاعفها زي ما احنا عارفين. لكن حد مقدم محتوى مفيد وانت عملت له مثلا ديسلايك او كومنت سلبي او كده، خدت سيئه وش، فما تظنش انه مثلا من اكونت تاني او من اكونت تالت مش بتاعك مش هيتحسب، لا هيتحسب، كله محسوب ان شاء الله، الملائكه بتداوم كل حاجه. والرك على النيه، المهم نيتك جواك انت عاملها علشان توجهه، علشان توقفه عن ظلم، علشان توقفه عن ضلال، ولا علشان غل داخلك، دي حته مهمه جدا، النوايا. اما حد بقى بيقدم ضلال وحاجات غلط وحرام وانت ايدته، فراح عامل فيديو زيه تاني ودخل في السكه دي، انت ساهمت في الموضوع، فبتاخد سيئه، وسيئه كل فيديو بيعمله بعد كده، يعني السيئه ممكن تتضاعف في هذه الحاله، لانك دعمت الشيطان عليه، ايدت او غلبت الشيطان عليه، خليت شيطانه يتغلب عليه، هو هياخد ذنب طبعا ان هو بيعمل الحاجات دي، ولكن انت هتشترك معاه. طيب نيجي في اخر حاله بقى، اللي هو انت او انتي عايزين تكايدوا حد، فبتعمل كومنت او لايك او حاجه كده، ممكن ما يكونش صاحب حتى الفيديو نفسه، ولكن بنيه كذا المكايده انتي خدتي ذنب برضه. افرض الشخص اللي انت عايز تكيده ده مثلا ما تكاتش او ما زعلش، بس خلاص اتسجلت الحسنه عليكي او عليه، خلاص دي المقدمه. رسالتي بقى لصاحب الديسلايك المستمر عند اي حد بقى في اليوتيوب، انت يا اخي الكريم ما بيتعمل، انت اليوتيوبر اما بيتعمل لك ديسلايك او لايك او كده، لازم تبقى فاهم يعني الناس اللي انت عارف انك مقدم محتوى كويس، تلاقي ديسلايك كتير، يبقى في حد مستقصدك، فالحد المستقصدك ده ربنا هينتقم منه ان شاء الله، وانت في حسنات بتاخدها ما دام بتقدم محتوى كويس. قدمت محتوى مش كويس، ما تزعلش من الديسلايكات، لان ده تعبير طبيعي، وعليك من الله ما يستحق. انا شخصيا في قناتي حاجات بحس ان فيها مثلا اخطاء او حاجه، يا بشيل الفيديو، حد بينبهني، حد بيقول لي رساله رقيقه، او بلاقي مثلا ديسلايكات طبيعيه عليه، فاقول يبقى الفيديو ده مش تمام، يبقى نشيله او نعدله او نمسح الحته اللي فيها مشكله.